أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة النمل: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال: يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا: اطيرنا بك وبمن معك. قال: طائركم عند الله، بل أنتم قوم تفتنون. هذا العطف في قوله تعالى ولقد أرسلنا كأنه معطوف على قوله سبحانه وتعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما في أول السورة، واللام هي الموطئة للقسم. وهذه القصة تدخل في البيان الذي ورد في قوله تبارك وتعالى في أول السورة: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وهذا الإيجاز في عرض قصة ثمود سبق تفصيله في دروس ماضية وفي سور متعددة، منها على سبيل المثال في سورة الأعراف وفي سورة هود، وكذلك مر بنا قريبا في سورة الشعراء. وإنما في مجمل السور المكية يأتي التركيز على الأمم الخالية لتذكير كفار قريش بأن الله سبحانه وتعالى الذي أهلك أولئك الأقوام أنه قادر على إهلاك هؤلاء المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ردوا دعوته. ولهذا جاءت قصة ثمود هنا بإيجاز. وسبق أن تكلمنا عن المراد بقوله الأخوة هنا، وقوله فإذا هم فريقان يختصمون. لم يبين هنا خصومة الفريقين، لكنها بُيِّنت في سورة الأعراف في قوله تعالى: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحاً مرسل من ربه؟ قالوا: إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا: إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. الآيات. فهذه خصومتهم. وأعظم أنواع الخصومة هي الخصومة في الكفر والإيمان. قال الله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. فالمراد بالفريقين هنا المؤمنون والكافرون، والاختصام أن كل فريق يخاصم على ما هو فيه ويزعم أن الحق معه. وقد يقال إن الخصومة هل
صالح عليه الصلاة والسلام هل هو مرسل من ربه؟ وهذا الذي عليه أهل الإيمان وهو الحق، والفريق الآخر هم الذين ينكرون ذلك. قال: يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة؟ يعني قال نبي الله ورسوله صالح عليه الصلاة والسلام للفريقين، للفريق الكافر، قال لهم: لم تستعجلون بالسيئة يعني بالعذاب قبل الحسنة يعني قبل الرحمة، يعني لما تؤخرون الإيمان الذي يجلب إليكم الثواب وتقدمون الكفر الذي يسبب لكم العقوبة؟ وقد كانوا لفرط كفرهم قالوا: يا صالح ائتنا بالعذاب، طلبوا العذاب. قال لهم: لولا تستغفرون الله، يعني هل لا تستغفرون الله وتتوبون إليه من الشرك رجاء أن ترحموا، أو كي أن ترحموا فلا تعذبوا؟ لأن استعجالهم الخير أولى من استعجالهم الشر، كما قال الله: ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. فهم هنا يستعجلون، قال الله سبحانه وتعالى عن قريش: ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. وقال عز وجل: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، يعني عجل لنا نصيبنا من العذاب عاجلا. فردوا على صالح برد، هذا الرد رده جماعة من الأقوام، قالوا: اطيرنا بك وبمن معك. أصلها تطيرنا، والتطير اللي هو التشاؤم، وهو من أفعال أهل الجاهلية، تشابهت قلوبهم. وقال الله جل وعلا في قصة موسى: يطيروا بموسى ومن معه، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال جل وعلا في سورة ياسين في قصة الرسل: قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. فهذه الآيات الثلاث وما شابهها تدل على أن التطير والتشاؤم إنه من أفعال أهل الجاهلية في أزمنة متطاولة متعددة، وأنهم يتطيرون. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: الطيرة شرك، كما في سنن أبي داود والترمذي وصححه، قال: الطيرة شرك، فهي نوع من أنواع الشرك. فهم يقولون: تشاءمنا منك ومن دعوتك. قال صالح عليه الصلاة والسلام لهم: طائركم عند الله، يعني ما يصيبكم من المصائب والنوازل والقحط والجدب ليس بسبب أني دعوتكم إلى الله والإيمان بي أني رسول من الله، إنما هو بسبب ما يقدر الله عز وجل عليكم، يعني أن الشؤم الذي أصابكم إنما هو من عند الله بسبب كفركم وتكذيبكم لرسول الله وإعراضكم عن دين الله. قال: بل أنتم قوم تفتنون، يعني تمتحنون وتختبرون، أو أنتم يجوز بل أنتم قوم تفتنون، يعني تعذبون بذنوبكم، كما قال الله جل وعلا: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وقال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ثم قال الله تبارك وتعالى: وكان في المدينة، في مدائن صالح في الحجر في بلد هؤلاء القوم في ثمود، كان في المدينة تسعة رهط، يعني تسعة رجال من أبناء المترفين من أبناء الأشراف، والرهط اسم للجماعة، فكأنهم كانوا رؤساء، كل واحد منهم له أتباع. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون، التسعة هؤلاء شأنهم أنهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون، عملهم
وديدنهم ودأبهم هو الإفساد في الأرض، إفساد لا يخالطه صلاح. وهذا الإفساد في الأرض عام، يشمل ظلم الناس، يشمل صد الناس عن دعوة عن إقبالهم على دعوة نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام، فهذا نوع من الإفساد في الأرض. يشمل الإفساد بأنواع المعاصي، ولكن من الإفساد الذي جاء ذكره بعد ذلك قالوا تقاسموا بالله، قالوا يعني قال بعضهم لبعض احلفوا بالله، تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، يعني يريدون أن يهجموا على نبي الله ورسوله صالح عليه الصلاة والسلام في الليل، لنبيتنه وأهله، يكون هذا جواب القسم، يعني التقدير والله لنبيتن صالحا وأهله. والبيات المقصود بهنا هو قتل صالح عليه الصلاة والسلام وقتل أهله. ثم لنقولن لوليه، لأن صالحا عليه الصلاة والسلام كان له قبيلة وقوم يمنعون هؤلاء الكفار وهؤلاء المشركين، يمنعونهم من أن يمسوا صالحا بأذى. ثم لنقولن لوليه إذا قتلنا صالح وأهله ما شهدنا مهلك أهله، يعني ما حضرنا قتلهم ولا ندري من قتلهم، لكن قال الله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، يعني هم الآن يريدون أن يبيتوا نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام فيهجموا عليه في الليل فينهونه ويقتلونه ويقتلون أهله، ثم بعد ذلك يحلفون أنهم ما يعلمون عن شيء وإنهم ما قتلوا نبي الله صالح ولا يدرون من الذي قتله ولا قتل أهله، هذا مكر وتدبير، لكن والله من ورائهم محيط. قال الله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وكما قال الله في شأن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فهنا قال الله ومكروا مكرا، مكرهم واضح وهو أنهم يريدون تبييت نبي الله صالح، ومكرنا مكرا عاجلهم العذاب بغتة من حيث لا يحتسبون، إما أن يكون العذاب كما قال بعض المفسرين أنهم خرجوا إلى غار يختبئون فيه، وكان قريب من الغار مسجد المكان مصلى يصلي فيه نبي الله صالح عليه السلام إذا هدأت العيون يأتي إلى هذا المكان فأطبق الله عليهم الصخرة، أو يكون إهلاك الله لهم بالعذاب العاجل، لأن صالحا عليه الصلاة والسلام قال لهم تمتعوا في داركم كم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فهنا ما مكر الله جل وعلا بهم، قال الله وهم لا يشعرون، يعني لا يشعرون بمكر الله بهم، فانظر انظر ما انتهى إليه أمر هؤلاء الماكرين الذين بنوا مكرهم، انظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين كلهم هلكوا، والتدمير هو الإهلاك الشامل العام الكامل، فالله جل وعلا دمر هؤلاء 9 الرهط المذكورين ودمر قومهم الذين لم يكونوا معهم عند مباشرتهم لذلك، لكنهم كانوا على علم. ولهذا من الذي عقر الناقة؟ واحد، والله قال فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، وقال في آية أخرى فعقروها فأصبحوا نادمين، لأن الراضي كالفاعل، فسماهم الله عاقرين للناقة مع أن اللي عقرها واحد. هذا التدبير الله جل وعلا دمرهم جميعا، قال تلك بيوتهم خاوية بما ظلموا،
مساكنهم، تلك بيوتهم ومساكنهم ومنازلهم خاوية بما ظلموا، فما فيها أحد بسبب ظلمهم، خالية عن أهلها خرابا، بل ليس فيها ساكن. حتى الناس الذين زاروا مدائن صالح الذين ذهبوا إلى هناك، بعضهم يحدثنا يقول إذا دخلنا إلى هذه الأماكن يقول نستوحش، لأن دائما أماكن العذاب، أماكن الخسف، أماكن العذاب تنزع منها البركة ويحل فيها الخوف، حتى ما تستطيع إذا أمسى عليك الليل يقول بعضهم تجلس فيها. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، خالية عن أهلها خرابة ليس بها ساكن. إن في ذلك التدمير والإهلاك لهؤلاء المكذبين لآية عظيمة لمن؟ لقوم يعلمون يتصفون بالعلم. وأنجينا الذين آمنوا وهم صالح عليه الصلاة والسلام ومن معه، وكانوا يتقون، كانوا يتقون الله ويخافون عذابه. ثم عطف الله على بعد ذلك بقصة أيضا قوم لوط، وهي القصة التي سبق أن ذكرت في سورة الأعراف وفي سورة هود وفي سورة الشعراء قريبا، ولكن كانت هنا أيضا مجرد تذكير لهؤلاء القوم. قال الله ولوطا، يعني واذكر لوطا، لوطا لما أرسله الله سبحانه وتعالى إلى قرى سدوم، وكانوا كما قرأتم في كتاب الله وعلمتم كانوا قوما فاسقين، سماهم الله فاسقين، سماهم بالمسرفين، سماهم بالمفسدين، يأتون الفاحشة التي ما سبق أن فعلت على مستوى العالمين والناس أجمعين مع شركهم. أتأتون الفاحشة، أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، وأنتم تبصرون، هذا لتأكيد الإنكار، يعني تعلمون أنها فاحشة، وهذا أعظم لذنوبهم أنهم يبصرون. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، هذا تكرير مرة أخرى، وقد سبق أن ذكرت لكم أنه جاءت السنة النبوية بلعن فاعل هذه الفاحشة وهي إتيان الذكران من العالمين. كم لعن الرسول عليه الصلاة والسلام اللوطية؟ كم؟ ثلاثا. ولعن أصحاب المعاصي واحدة، فقال لعن الله من عمل عمل قوم لوط، كما عند الترمذي بسند حسن، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. وقال ما وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، إذا كان يعني برضا. وذلك حكى ابن القيم الإجماع، إجماع الصحابة على أنه ما اختلف منهم أحد في أن فاعل هذه الفاحشة اللوطية أنه يقتل. ولنعلم أن اسم لوط عليه الصلاة والسلام لا علاقة له بفعل هؤلاء القوم، اسمه لوط بن هاران ما له علاقة بفعل هؤلاء القوم، ولهذا بعض العلماء ما يرى أنه تسمى اللواط، يرى أنه تسمى الفاحشة، ولا مشاحة في الاصطلاح والتسمية، لكن يبقى أن فاحشة عظيمة. شهوة من دون النساء، يتركون النساء التي أحلها الله لهم ويأتون هذه الفاحشة. بل أنتم قوم تجهلون، وفيها من الأضرار، إما يجهلون العواقب الوخيمة وغضب الله، أو يجهلون ما فيها من الأضرار. حتى أن ابن القيم أشار في كتابه الداء والدواء، أنا ذكرت في الدرس الماضي أن ابن القيم رحمه الله تكلم عن مفاسد هذه الفاحشة اللوطية، وقال إن هذه النطفة الخبيثة إنها تعمل عملها في إفساد قلب المفعول به، ولأن يقتل خير له من أن يؤتى في دبره، فإنه يفسد فسادا لا يرجى معه صلاح إلا أن يشاء الله. قال الله فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم، وفي آية أخرى أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، هذا عيبهم، يعني يتنزهون عن فعل هذه الفاحشة، يقولون هذا من باب التهكم والاستهزاء
بنبي الله لوط عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين. قال الله: فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين، يعني من الباقين في العذاب، قضينا أن تبقى في العذاب لأنها كانت تعينهم على هذه الفاحشة وكانت كافرة، كما قال الله: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، أي بالكفر، فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. وأمطرنا عليهم مطرا، تأكيد يدل على شدة المطر وأنه مطر غير معهود. أمطرنا عليهم مطرا، وهذا المطر هو فسر بآيات أخرى، فأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. فساء مطر المنذرين، ساء فعل ذم، ساء مطر هؤلاء القوم الموصوفين بالذم المطر الذي المنذرين الذين أنذروا فلم يقبلوا النذارة بل أعرضوا، وقد مضى بيان ما يتعلق بهذه القصة. ثم قال الله جل ذكره وتقدست أسماؤه: قل الحمد لله، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أو قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، يعني نحن مأمورون بالحمد بأن نحمد الله، ثم استأنف فقال: وسلام على عباده الذين اصطفى، كما قال الله سبحانه وتعالى: وسلام على المرسلين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، فهذا هنا يعني حمد لله تبارك وتعالى، أو أمر بحمد الله، يعني الله جل وعلا يحتج عليهم، يعني يقول هنا: قل يا محمد الحمد لله. على ماذا الحمد لله؟ أحسنتم، نعم، على نعم على إهلاك القوم الظالمين والانتصار لعباده المرسلين. لكن هل السلام من الله فيكون المأمور به الحمد؟ ها؟ يعني هنا الله جل وعلا قل الحمد لله، قال قل الحمد لله، ثم قال وسلام، الله جل وعلا يسلم على عباده الذين اصطفى، ولا هو سبحانه وتعالى يأمرنا أن نقول الحمد لله وأن نسلم نحن على عباده الذين اصطفى؟ الآية محتملة، محتملة الآية للأمرين، وكل منهما يشهد له شيء من الترجيح. يعني ممكن يكون السلام من الله وأنت مأمور بالحمد، قل الحمد لله، انتهى الآن، تم المعنى. ثم قال الله وسلام على عباده الذين اصطفى، أو يكون كلا الأمرين مطلوب. فالمهم أنه قد يكون هنا أنه الحمد والسلام كله داخل في هذا، لكن يشهد لكون السلام من الله أمور منه أنه مطابق لنظائره في القرآن، مثل قول الله تعالى: سلام على نوح في العالمين، سلام على إبراهيم، سلام على موسى وهارون. ومنها أن عباده الذين اصطفى هم المرسلون، والله جل وعلا يقرن بين تسبيحه لنفسه وسلامه عليهم وبين حمده لنفسه وسلامه عليهم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. المهم ابن القيم أشار إشارة جميلة إلى اقتران السلام عليهم بتسبيح الله جل وعلا لنفسه، قال فيه سر عظيم. ابن القيم له رحمه الله له لمسات ووقفات عجيبة على بعض الآيات، يقول: وفي اقتران السلام عليهم بتسبيحه لنفسه سر عظيم من أسرار القرآن، يتضمن الرد على كل مبطل ومبتدع،
فإنه نزه نفسه تنزيها مطلقا، فإنه نزه نفسه تنزيها مطلقا كما نزه نفسه عما يقول ضلال خلقه فيه، ثم سلم على المرسلين، وهذا يقتضي سلامتهم من كل ما يقول المكذبون لهم اللي هم الرسل، سلامة المرسلين من كل من جميع ما يقوله من يكذبهم والمخالفون لهم. وإذا سلموا من كل ما رماهم أعداؤهم لزم سلامة كل ما جاءوا به من الكذب والفساد. وأعظم ما جاء به الرسل ماذا؟ التوحيد. أعظم ما جاءوا به هو التوحيد ومعرفة الله جل وعلا ووصفه بما يليق بجلاله، ووصفه سبحانه وتعالى بالكمال، وما جاء من الوصف على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالرسل لا يمكن يصفون الله إلا بكل كمال، ولهذا الرسول لا يقول عن الله إلا حقا، لا يقول عن ربه تبارك وتعالى إلا حقا، سواء ما يتعلق بشرعه أو ما يتعلق بأسمائه وصفاته. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وهذا يتضمن أن يحمد الله جل وعلا على كماله سبحانه وتعالى، يحمد على جلاله، يحمد على أسمائه الحسنى وصفاته العلى، يحمد على سلامة ما قاله رسله عليهم الصلاة والسلام من كل نقص وعيب، لأنهم معصومون فيما يبلغونه عن الله. ثم قال الله تبارك وتعالى وسلام على عباده الذين اصطفى. من هم عباد الله الذين اصطفى؟ هم رسله عليهم الصلاة والسلام وخيار عباده، هم رسله وخيار عباده. وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون؟ طبعا يدخل في عباده الذين اصطفى كل عباد الله الصالحين، ومنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع الصحابة الذين اصطفاهم الله واختارهم واجتباهم لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم أجمعين. الله خير أما يشركون؟ الله الذي ذكرت أفعاله وصفاته الدالة على عظيم قدرته خير أما يشركون به من الأصنام وما يدعون من دون الله؟ ولا شك أن هذا أمر واضح. ثم عقبه جل وعلا بقوله بيان الأدلة الدالة على عظمته وأنه سبحانه وتعالى هو المستحق أن يفرد بالخلق والرزق والتدبير والعبادة، وأنه كما أنه واحد في ربوبيته فهو أيضا واحد في ألوهيته وواحد أيضا في أسمائه وصفاته. فقال جل وعلا أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أي إلههم مع الله، يعني أمن خلق السماوات، أمن في هذه الآيات كلها تقديره أمن يفعل هذه الأشياء كمن لا يقدر على شيء منها في كل سيأتينا من الآيات، أمن خلق أمن جعل، يعني أمن في هذه الآيات كلها تقديره أمن يفعل هذه الأشياء كلها كمن لا يقدر على شيء منها، لأن السياق دال على هذا بقوله الله خير أما يشركون، أإله مع الله فعل هذا، هل هناك رب يستطيع أن يفعل شيء من هذا؟ أبدا. الله خير أما يشركون، يعني أمن هنا الله سبحانه وتعالى قال أنزلكم من السماء ماء مطر النازل واحد ومع ذلك أنبتنا به حدائق ذات بهجة. الحدائق جمع حديقة وهي البستان اللي عليه حائط، ذات بهجة يعني ذات منظر حسن، والبهجة هي الحسن الذي يبتهج به
من رآه يسر، تقول ابتهجت بكذا يعني سررت وفرحت. ولا شك أنه إذا نزل المطر من السماء وكسى الله جل وعلا الأرض بأنواع النبات وأنت تنظر تقول سبحان من أنزل من السماء ماء واحدا وأنبت الله أنواع النباتات. تنظر في الأرض من أصفر وأحمر وأخضر وحلو وحامض وهكذا، بل إذا دخلت بستانا من البساتين أو مزرعة من المزارع ترى الليمون حامض والتمر حلو من النخل والماء واحد، يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، ما صح لكم أن تفعلوا شيئا من ذلك. تنبت شجر هذه البساتين، أإله مع الله؟ هل معبود مع الله يستطيع أن يفعل ذلك؟ لا، بل هم قوم يعدلون، يعدلون بالله غيره، كما قال تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعدلون به غيره، وهذا شرك. ثم انتقل إلى أمر آخر وهو بيان الاستدلال بأحوال الأرض وما عليها، أمن جعل الأرض قرارا دحاها سواها بحيث يمكن الاستقرار على هذه الأرض أرساها بالجبال، أمن جعل الأرض قرارا، لأن لو كانت متحركة تضطرب بالناس ما قر لهم قرار ولا استطاعوا ولا سكن لهم بناء ولا عاشوا حياتهم الطبيعية، لكن جعل الله الأرض قرارا، أمن جعل الأرض قرارا. وظاهر الآية أن الأرض متحركة ولا ساكنة؟ ظاهر الآية أنها ساكنة، وزيادة على ذلك قال الله والجبال أرساها، هذا ظاهر القرآن. وجعل خلالها، الخلال الوسط، يعني كما قال فجرنا خلالهما نهرا أنهارا، وجعل لها رواسيا، جعل جبالا ثوابت تمسكها وتمنعها من الحركة، وجعل بين البحرين حاجزا، والحاجز هو المانع، يعني جعل بين البحرين من قدرته جل وعلا حاجزا، والبحران هما العذب والمالح، ما يختلط هذا بهذا سبحان الله. إما أن الله يجعل بين الأنهار والبحار اليابسة للأرض بحيث ما يختلطان، ولا يجعلهما جميعا ومع ذلك ما يختلطان، بحيث أن الإنسان يأخذ غرفة من هذا ما حلوا عذبا ويأخذ بغرفة أخرى ماء وجاجا مالحا. وجعل بين البحرين حاجزا، وهذا مر في سورة الفرقان، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. ثم قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، المضطر هو المجهود المكروب الذي لا حول له ولا قوة، نزلت عليه الكروب والشدائد مع كل جهة فلجأ إلى ربه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، دخل طاووس رحمه الله التابعي على بعض السلف وهو مريض، قال يا أبا عبد الرحمن ادعو لي، فقال له طاووس ادعو ربك أنت، فإن الله يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يكشف عن عباده الذين أخلصوا له، يكشف كل بلاء وكربة، حتى المشرك ولا لا؟ حتى المشرك يكشف ما به ولا ما يكشف به؟ نعم، حتى المشرك، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكن من الشاكرين، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. فإذا دعوا الله مخلصين له الدين، كل من أخلص لله أجابه الله سبحانه وتعالى. ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، يخلف كل قرن منكم القرن
إذا انقرض جاء القرن الذي بعده، كما قال تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات، وقال جل وعلا: إني جاعل في الأرض خليفة. كل الناس جيل يخلفهم جيل آخر، وهكذا لو اجتمعوا في كلهم بوقت واحد وماتوا بوقت واحد ضاقت الأرض بهم، لكن جعلهم قرون هكذا. أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ثم قال تعالى: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، يعني يرشدكم في الليالي المظلمات إذا سافرتم في البر وفي البحر. في البر والبحر ما هي العلامات؟ وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. البر ممكن الإنسان يستدل بشجرة أو بجبل، لكن البحر الماء مع كل الجهات، ماء كله ماء، يمين وشمال وأمام وخلف، ما فيه إلا النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. قال هنا في ظلمات، في الليالي المظلمات إذا سافرتم في البر أو البحر. وفي البر في علامة أخرى، ومن آياته في قوله تعالى: جعل الله سبحانه وتعالى الجبال أيضا علامات، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ولهذا قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث علامات يهتدى بها، ورجوما للشياطين، وزينة للسماء. فمن تأول غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه. أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون. ثم قال تعالى: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده. وهذه الآية تكررت في مواضع أخرى، إنهم كانوا يقرون بأن الله هو الخالق، إذا أقروا بأن الله هو الخالق يلزمهم أن يقروا بأنه هو الذي يستحق العبادة، وأيضا قادر على إعادتهم مرة أخرى، لأنه بالمقاييسهم هم المادية العقلية البشرية، إنه إذا كان الشخص العادي اللي من الناس، ولله المثل الأعلى، إذا كان الشخص العادي اخترع شيء قادر إنه يخترع مثله، أو إذا اخترع شيء ثم أتلف هذا الشيء قادر إنه يعيده، مخلوق. فالله جل وعلا له الكمال المطلق لا يقاس بخلقه. فإذا كانوا يقرون بأن الله هو الخالق يجب أن يقروا بأن الله هو القادر على إعادتهم مرة أخرى. قال تعالى: والذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أإله مع الله، قل هاتوا برهانكم، هاتوا حجتكم على أن لله سبحانه وتعالى شريكا، أو هاتوا حجتكم أنكم لا تعادون مرة أخرى. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ثم قال تعالى بعد ذلك: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وهذا جاء بعد بيان أن النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وكأنه إشارة إلى الرد على من يتعلقون بالنجوم أو بالأبراج أو بالطالع أو ما إلى ذلك، إن هذا كله لا يجوز للإنسان أن يتعلق به، لأنه كله علم الغيب، الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وقال جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر، الآية. فمن ادعى شيئا من علم الغيب فهو كافر ضال. وما يشعرون أيان يبعثون، ما يشعرون متى يخرجون من قبورهم. ثم قال تعالى: بل ادارك علمهم في الآخرة. بل ادارك، وفي قراءة بل أدرك،
بل ادارك علمهم في الآخرة، يعني تكامل علمهم في الآخرة أنهم رأوا كل ما وعدوا به، هذا متى؟ يوم القيامة. أو بل ادارك علمهم في الآخرة ضعف علمهم وتلاشى علمهم متى تقوم الساعة ومتى تأتي الآخرة، لأن علمه عند الله. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها، فيكون معنى بل ادارك علمهم إنه كمل علمهم في الآخرة وتم متى؟ إذا عاينوا. ثم قال الله بل هم في شك منها في الدنيا، ثم قال بل هم منها عمون. وبهذا يتضح ويظهر أنه علمهم في الآخرة، يعني علم الساعة، أنه يكون معنى الآية بل ادارك علمهم في الآخرة، إما أن يكون معناها تكامل علمهم في الآخرة أنهم رأوا كل ما وعدوا به وعاينوه، أو يكون معنى هذا أنه ضعف علمهم في الآخرة وأنهم أنكروا علم الآخرة وتلاشى علمهم في الآخرة، بل هم شكوا في ذلك، بل هم منها عمون، فلا يدركون شيئا من دلائلها لاختلال بصائرهم. عمون يعني عمي القلب، لا يهتدون إلى هذا، بينما الساعة حق والآخرة حق لا ريب فيه. والله الموفق، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.